مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. مساحه جديده للراي. لا شك انه بعد 10 سنوات على الحرب في سوريا بدات تتكشف ابعاد المؤامرات. فقال قد شهدت سوريا حرب مخابرات عالميه بامتياز تحولت معها البلاد لساحه لتعزيز نفوذ القوى الكبرى وقاعده لاطماع قوى اقليميه وملاذ امن للارهابيين. فالمنطق الذي سهل دخول الارهابيين الى سوريا هو نفسه منذ 50ات القرن الماضي. فالهدف كان دائما اسقاط الدور الاقليمي لسوريا والدخول بها في متاهه تجعل قرارها بايدي قوى خارجيه، وهو امر لم تدركه المعارضه ولا النظام السوري. والنتيجه بدايه عقد جديد من حرب هي الاكثر دمويه في القرن 21. لتبقى سوريا رهينه بين حرب لا تنتهي وتسويه لا تبدا. في مساحتنا للراي النهارده هنفتح يعني هذا المجال للقراءه والتحليل للازمه السوريه مع ضيفي الكبير في الاستوديو العميد سمير راغب، رئيس المؤسسه العربيه للدراسات الاستراتيجيه. نورنا سيادة العميد. اهلا بيك، تحياتي لحضرتك. خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نفتح هذه المساحه للراي فيما يخص يعني مضي 10 سنوات على الحرب في سوريا، فابقوا معنا. مع دخول الحرب السورية عامها 11 أصبح ظاهرا للعيان أنه لا أحد ممن أشعلوا النيران يستطيع أن ينهي الحرب وحده أو يعرف متى تنتهي. فما بدأ احتجاجا في درعا عام 2011 تحول إلى انتفاضة شعبية تراكمت أسبابها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كانت المطالب إصلاحية لكن النظام لجأ إلى العنف فصارت حربا بالوكالة، وتدفق آلاف المقاتلين الأجانب عبر التمويل من جهات خارجية، وأعطي المسرح لقوى التطرف فصارت داعش وآخرون رفعوا أعلام القاعدة. تم تدمير بلدات ومدن ومحافظات بكاملها. تأزم المشهد السوري بدخول إيران وحلفائها في الصراع، لكنها فشلت في قلب موازين القوى على الأرض. ووسط سيناريو التدمير دخلت روسيا الحرب عام 2015 واحتلت تركيا شمال غرب سوريا، وأصبحت البلاد لاعبا تتقاسمه جيوش إيرانية وروسية وتركية وأمريكية. وهكذا تحولت المحرقة السورية إلى أمر عادي، والعالم لا يحرك ساكنا أمام حرب خلفت مأساة إنسانية وجروحا في النسيج الوطني ودمارا واسعا. ملايين اللاجئين والنازحين السوريين في الداخل ودول الجوار والخارج، ومئات الآلاف من الجرحى والمعوقين، وأضرار بالبنية التحتية، وخروج الكثير من القطاعات الخدمية لا سيما المرافق الصحية والتعليمية. ورغم الهدوء الحذر على جبهات القتال يواجه السوريون عدوا أكثر شراسة، وهو الفقر وانعدام مقومات الحياة. فهناك 60% من أطفال سوريا يواجهون الجوع، فالمدافع والدبابات لا تسد رمق الجياع ولا تملأ البطون الخاوية، ولم تحقق حلم الحرية. وصار النظام باقيا لكن على أنقاض الدولة السورية. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مجددا. مرة تانية برحب بضيفي الكبير في الاستوديو سيادة العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية. سيادة العميد، 10 سنوات من يعني مش عايز أقول من الحرب، من الثورة، من الفوضى في سوريا، كيف ترى المشهد السوري بعد مضي 10 سنوات من الآن؟ مأساوي الحقيقة. ومهما كان حد يتخيل اللي يعني مطلق عليه الربيع العربي بدأ تقريبا من خط واحد، عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، لكن خد مسار طبقا للثقافة السائدة وتدخلات حجم تدخلات من ناحية في دعم الحراك أو من ناحية أخرى في دعم الدولة الوطنية. يعني مصر كان حظها كويس إن كان في دعم عربي لبقاء الدولة الوطنية، ومن ناحية أخرى كان حجم التدخلات ما هوش بحجم سوريا.
وفكرة وطنية الجيش المصري والالتفاف في الجيش والشعب يعني خلى السيناريو المصري ربما يكون الأفضل. ليبيا خدت شكل آخر، اليمن خدت شكل مختلف أيضا. لما قامت الحراك في 15 مارس أذار في درعا، كان بشار الأسد ونظامه غير قابلين لأي سيناريو من اللي حصل، فبالتالي رفعوا شعار لا تفاوض ولا تراجع، فكانت القوة بالقوة يعني لكن ما كانش برضو حد يتخيل في هذا التوقيت أن كلا الطرفين بالمناسبة يعني لا المعارضة كانت متخيلة أنها لن تنتصر بعد 10 سنين، ولا النظام كان يتخيل أن المعارضة ستجعل النظام في يعني ازدادت لا شك هشاشة الدولة هشاشة النظام. ما بعد 10 سنوات محصلة نص الشعب السوري مهجر إما خارج سوريا أو يعني internal displacement يعني راحوا من مكان لجوء داخلي يعني تمام. مثلا من حلب راح مناطق الشمال السوري في فروج آفا أو راح من دير زور نسح إلى بالميرا يعني في الأخير يعني نص الشعب مهجر 388 ألف قتيل 41% من المدارس مدمرة 75% من المشافي غير لا تعمل ما بين مدمرة أو ليس بها أطقم طبية يعني الجيش وانضباطه والحالة اللي كان فيها التراتبية العسكرية ما بقتش زي الأول يعني بقى يعني في لوبي إيراني جوه الجيش ولوبي روسي هتكلم لكن خليني هنا يعني سيادة العميد يعني سوريا قبل الثورة لم تكن يعني في حالة يعني مادية صعبة أو حالة اقتصادية صعبة يعني كان هناك اكتفاء ذاتي من القمح كان هناك اكتفاء ذاتي حتى من البترول يعني كانت دولة مستقرة اقتصاديا بشكل كبير يعني يمكن حتى لو بنتكلم على يعني المجال أو ما يطلق عليه المجال السياسي والمشاركة يعني لم تكن تختلف عن دول كثيرة داخل المنطقة يعني حقيقي وهنا يعني أتكلم على التدخلات الإقليمية يعني التي أدت إلى إطالة أمد هذه الأزمة نتحدث عن أطراف إقليمية كثيرة إيران من جهة تركيا من جهة أخرى إسرائيل كلاعب ومتفرج على دمار سوريا ومستفيد وجماعة الدول العربية كان لها دور مش عارف أقول لكن كان دور سلبي بالتأكيد يعني هذه التدخلات الإقليمية يعني هل الهدف منها إطالة الأزمة السورية إلى ما وصلنا إليه الآن؟ لا سقوط لنظام بدون دعم خارجي لأطراف الحراك أنا مش عايز أقول ثورة مسار عشان تعرف دي يعني فإحنا نسميها حراك عشان لو قلت ثورة يعني هتلاقي في المستمعين من يراها مؤامرة من يراها ثورة لكن هو بأي حال من الأحوال لحظة الانفجار هي الثورة تمام. سواء كانت اللحظة دي كاذبة أو كويسة أو وحشة هي دي بيطلق عليها ثورة ما يحدث بعد ذلك هو مراحل التحول السياسي اللي هي مراحل التحول يعني هل الثورة دي هتحقق ان يبقى في دولة جديدة او لا لكن هو يعني بدون دعم للحراك لا يسقط نظام وبدون دعم لنظام يحدث ضده حراك لا يبقى نظام عشان نبقى بنفسر ليه دخل الإيراني والروسي حتى الخليج والخليجي طبعا كان في معسكر يعني لا مستقبل للأسد طيب الأساس في الموضوع ده إن إحنا لازم نشوف الوضع الجيوستراتيجي وجيوبوليتيكي لسوريا سوريا هي بوابة الوطن العربي الشمال الشرقي حتى الحملات اللي كانت بتيجي مصر لو وقفت في سوريا تبقى حامت مصر عشان كده دايما كان الحاكم في مصر يكون ليه مفارس في سوريا أو يسيطر على سوريا لأن دي البوابة الحقيقية أمن قوم يقابلها على الجانب الآخر تركيا اللي هي البوابة الشرقية للناتو والأوروبا الموضوع كان الأساسي هو الوجود الإيراني وعلاقة بشار بالنظام الإيراني وبالنظام الروسي ده الأساس عرض على بشار الأسد أن يحصل على 15 مليار يعني هبات ومنح وقروض ميسرة في مقابل أن ينهي الوجود الروسي الإيراني في سوريا ده الكلام ده كان في 2010 مثلا طيب ده كان عرض خليجي بالمناسبة على الجانب الآخر لما نشوف
العقيدة والاستراتيجية الأمريكية الرئيسية في المنطقة هو منع الكوريدور الإيراني أن يصل ما بين طهران إلى الضاحية الجنوبية في بيروت عبر العراق وسوريا. والله يا ست العميد، حتى الوضع على الأرض يعني يؤكد أن المسألة دي حتى مرتبطة بحسابات أخرى، يعني مش يعني الواحد ساعات بيحس أن إيران دي فزاعة أمريكية لدول الخليج والاستنزاف ثروات. أيوة فزاعة، لكن في الأخير أنت يعني الأنظمة الدولية لما بتكذب كذبة بتصدقها وبتكمل بتصدق الناس، خلي الناس تصدقها. في موضوع مهم جدا مهم اللي هي فكرة خط الغاز الدوحة أنقرة، اللي هو خط الغاز، إن طبعا قطر يعني من أوائل الدول في إنتاج الغاز، وكان روسيا دايما بتضغط على الاتحاد الأوروبي بالغاز بالذات في الشتاء. الغاز بالمناسبة كارت ضغط يعني أكتر من السلاح النووي والصواريخ، فبالتالي اللي يخلي أوروبا ما تعتمدش على الغاز الروسي هو أن يصل غاز إلى تركيا، والطلب من بشار الأسد، بشار الأسد رفض. فكانت القضية في إسقاط نظام بشار الأسد وإحلال نظام آخر. أصل في ناس هيسأل يقولك طب ما هو قطر ليه كانت داعم رئيسي؟ بالمناسبة وزير الدفاع وزير خارجية قطر كان بيحكي الأسبوع اللي فات إنه هو لا حاجة لوجود القوات القطرية في سوريا. ده الكلام ده مش من سنة، ده دلوقتي على اعتبار إن لهم قوات، يعني على اعتبار إن لهم قوات. لكن طالما قال كده يبقى هي فكرة وجوده كطرف في الصراع العسكري مؤكدة. مؤكدة بالتأكيد. الموضوع التحرك الحراك من حراك سلمي بالفعل بدأ في درعا، كانوا صيادلة ومهندسين ودكاترة ومدرسين ومحامين سلميين، وكان في شعارين للحراك، لا عسكرة ولا تطيف. يعني ما فيش تطيف، كلنا سوريا، سواء كنت بقى درزي، كنت علوي، كنت سني، شيعي، اثني عشري، زيدي، ايا كان. اللي حصل من يونيو في نفس العام في 2011 انه بقى تطيف، وبدا ما يطلق عليهم المنشقين اللي عملوا الجيش الحر، فاصبح هناك عسكر ومخابرات واجهزه كثيره. تمام، خليني هنا اتكلم، يعني دول الخليج مستعده للاسهام في دعم عوده اللاجئين السوريين، ولما اتكلم على اللاجئين السوريين نجد انها ورقه يعني في يد أردوغان لابتزاز الغرب. يعني حتى في السياسة، حتى في الأمور الإنسانية نجد برضو استغلال. يعني الخليج الآن تتحدث عن يعني إسهام في عودة اللاجئين، وهي بشكل أو بآخر برضو مش عايز أقول إنها كانت سبب الأزمة، ولكن جزء من الأزمة في سوريا بشكل كبير جدا مع بدايات يعني الحراك زي ما أطلق عليه الست العميد. يعني عودة اللاجئين إلى سوريا المدمرة، عندما نرى المشاهد سيادة العميد القادمة من سوريا، أنا لسه بقول حضرتك قبل التسجيل، تحس إن في جرافيك حاجة زي الزلزال كده. بالفعل زي أفلام الرعب، يعني زي أفلام الأمريكية اللي فيها حاجة يعني كده خراب، خراب ودمار، تسونامي ودمار شامل. يعني سوريا يعني خلاص متى يعني إيه لاجئين والملفات أو الملف السياسي إلى يعني إلى أي مدى نقدر نقول أن الملف السياسي ممكن أن يكون مخرج للأزمة السورية، خاصة الكلام برضو طول الوقت عن لجنة دستورية وأعداد دستور وانتخابات، كلام كتير. أنا بسمع كلام ده بقالي 5 سنين يعني، ولا في أي حاجة بتحصل. طيب احنا خلينا نقيم اللي حصل. اللي حصل كان هناك حرب احتراب أهلي، سيفل وور بشكل يعني كاملة الأركان بالمناسبة. يعني لو عايزين نشرح للناس يعني ايه سيفل وور، أحلاها تيبيكال سوري. في الاخير انهزم الطرف المعارض، ولا عندك الدوله السوريه كلها انهزمت. والله خلينا في يعني على الارض، ما في وقت كان بشار الاسد يسيطر على 15% من مساحه الارض، 15%، والباقي موزع ما بين داعش في الشرق وسوريا وروسيا وتركيا واخده جزء، دلوقتي مسيطر على 70%، وما تبقى هو ادلب وبعض المناطق سواء كان في شرق في دير الزور او في مناطق روجافا اللي هي في الشمال السوري، شمال مناطق حلب. يعني في التفاوض يذهب المنهزم للإذعان مش لاغتسام بالتأكيد يعني المغانم، لا طبعا المغانم يعني لا. ففي الأخير لابد أن المعارضات، هم مش معارضة واحدة، هم 4 منصات على الأقل يعني، والفصائل طبعا حدث ولا حرج. فبالتالي الدستور هيكتبه المنتصر اللي هو هيكون نفس الدستور الحالي، لأن هي دساتير ما فيهاش مشكلة، كل الدساتير فيها تعليم وصحة، التطبيق هو الكارثة المشكلة. لكن يبقى شكل الدولة،
هل هي فيدرالية ولا دولة مركزية؟ المعارضة عايزة فيدرالية ولا دولة مركزية، ويبقى نظام الحكم اللي هو نظام رئاسي أو برلماني أو نظام مختلط، يعني معظم الدول الجمهوريات فيها برلماني رئاسي مختلط، أو يعني المزيج ما بين الاثنين. ده الأساس في الدستور. والدستور إن لم يكن هناك يعني تايم لاين، يعني وديد لاين، يعني محدد بسقف زمني، ممكن يقعد يكتب فيه ليوم القيامة. ليه؟ لأن الخلاف اللي حصل وأدى إلى الحراك هيبان كله، كل الخلاف ده هيبان فين؟ في الدستور. حضرتك سألت سؤال على فكرة التدخل، يعني العرب هيدعموا، احنا عايزين نعرف هيدعموا في إيه؟ لأن موضوع عودة اللاجئين ده محتاج فلوس، بالتأكيد محتاج إعادة إعمار. خليني يعني أتكلم برضو في جزئية هامة جدا، يعني الإدارة الأمريكية سواء كان ترامب أو بايدن أخذت العديد من القرارات فيما يخص بعض المسؤولين في سوريا. وهنا عايز أتكلم برضو سيادة العميد، دائما ما تبقى أمريكا يعني هي الفاعل الرئيسي، بغض النظر بقى عن دول تتدخل ودول تدفع فلوس ومنظمات وفصائل و هل أمريكا يعني بالتأكيد أمريكا وإسرائيل يعني الوضع السوري بهذا الشكل وبهذا الدمار مصلحة لي يعني للولايات المتحدة الأمريكية، أم أن هناك إرادة حقيقية لحل الأزمة السورية بعد هذا الدمار الشامل؟ أخذ جافة حضرتك بعد هذا التقرير. اندبندنت عربي، رفيق خوري، بعد 10 سنوات من الحرب في سوريا، تركيا تعمق وجودها في الشمال وتبدأ بتتريك الإدارة والتعليم والعملة، وإيران تتغلغل في النسيج السوري، وأمريكا توسع أهدافها شرق الفرات، وروسيا في قاعدة حميميم، والحرب مستمرة والتسوية غائبة والخراب كبير. النهار راغدة ضرغام، إن قرار الحرب والتفاوض لم يكن يوما بأيدي السوريين نظام ومعارضة، بل بأيدي قوى إقليمية ودولية دفعت كلاهما في حرب دامية. والآن تبدأ مرحلة المقايضات في سوريا التي تحكمها المصالح للمبادئ والاعتبارات الاستراتيجية للقيم الإنسانية. البيان الإماراتي، السفير محمد حجازي قال إن الحوار مع المعارضة السورية لا يتضمن بشكل تأكيدي الميليشيا والجماعات الإرهابية حتى يكون الوطن السوري ممهدا لاحتواء كافة أبنائه دون إقصاء ودون التورط في أعمال عنف وفقا لقرارات الأمم المتحدة. الشروق، عبد الله السناوي، بعد 10 سنوات من الصراع الدامي في سوريا تبدأ جولة أخرى بترتيبات جديدة في موازين القوى على الأرض بعد استنزاف تحالفات أصيبت بالإرهاق، والآن جاء دور حصد المكاسب على حساب الأرض والدم السوري. الأهرام، عبد المنعم سعيد، لقد باتت سوريا الحلقة الأضعف في العالم العربي وتمثل ثغرة للتدخلات الإقليمية والدولية، ولهذا فإن بقاء البوابة السورية مفتوحة على مصراعيها سيترتب عليه تبعات خطيرة بعد تدمير القاعدة التي قام عليها الأمن القومي العربي. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا مره ثانيه، برحب بضيفي الكبير في الاستاذ العميد سمير راغب، رئيس المؤسسه العربيه للدراسات الاستراتيجيه. هل هناك اراده امريكيه حقيقيه مع الاداره الجديده لحل الملف السوري، ام ان هذا الملف بهذا الشكل لمصلحه اسرائيل؟ هو فعلا لمصلحه اسرائيل، سوريا خرجت من المعادله العربيه زي دول كثيره خرجت زي العراق واليمن وليبيا وكده. ما فيش ملف دولي مهم هيتحسم في اداره جو بايدن، ولا سوريا ولا ليبيا ولا اي حاجه. هو يعني عنده ما يكفيه من ملفات داخليه، وهو قدام خيارين اصعب من بعض، اما يبقى استكمالا لترامب او استكمالا لاوباما. مفيش يعني هو بيحاول يبحث عن طريق ثالث، اللي هو يعني الدبلوماسيه الحازمه مع بعض يعني القوى الخشنه. مفيش عسكري امريكي هيخرج ثاني، خلاص الموضوع انتهى. هو دلوقتي عايز يعمل ديس انجيجمنت، يفك الارتباط، وعايز الفراغ اللي يسيبه يملاه حد تاني عشان روسيا ما تتوسعش في المنطقه. وبدا يعني فكره يعني انها خطا استراتيجي، هم شايفينه خطا استراتيجي، ان لو بقى نظام بشار الاسد اولا لم يكن يمثل تهديدا لاسرائيل، عشان نبقى واضحين يعني من
من 74 ما طلعتش طلقة على الجولان، فما كانش يمثل تهديد، وبدليل ان نتنياهو طالب في يعني ذهب في سبتمبر ويعني واكتوبر واول اكتوبر الى موسكو، ويعني التقى بوتين وبحث معاه ان كان هناك رحيل الاسد ان يبقى الامتداد لاحد من عائله الاسد ومن العائله العلويه، يعني ما كانش فكره مش يعني مش 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 معضله يعني او مش مش لكن اللي حصل ان نتيجه يعني تداعيات كثيره حصلت اصبح للوجود الروسي وجود دايم في المياه الدافئه، خرب في اللاذقيه غير عادي يعني، فما كانش روسيا تحلم ببدا يعني خدت وجود 99 سنه وجود 55 سنه وكمان القواعد دي لن تخرج ابدا بالتأكيد. فبالتالي اصبح التاثير الروسي في هذه في الشرق المتوسطي يتخطى تاثير امريكا بالتاكيد. خليني كمتابع سياده العميد، يعني لما تجد ان ملف السوري يعني عندما يعني يحدث اي اتفاق تجد ان هناك اجتماعات روسيه تركيه، اجتماعات ممكن ان تكون تركيه ايرانيه او روسيه ايرانيه، بعيدا تماما عن جماعه الدول العربيه او حتى الدول العربيه يعني، وده شيء يعني هل انتهى التاثير العربي على 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 اوضاع كثيره في المنطقه من ضمنها سوريا؟ يعني مش عايز اتكلم على اليمن او العراق او حتى ليبيا، ولكن خلينا في الازمه السوريه، يعني هل انتهى التاثير العربي في حل مشكلات عربيه؟ اولا التوجه لايران كان بسبب تراجع الحاضنه العربيه لسوريا. لغايه 2003 كان بشار الاسد ضد الوجود الايراني في العراق مش في سوريا. يعني للاسف الناس بتشغل بالها بالاخبار دون التحليل، يعني فالاخبار هتلاقيها الاخبار بتقول لك ايران سوريا ايران سوريا. طيب النظام الاسد اللي هو كان يعني نتفق نختلف كان في وقت يعني احنا اقليمين في دوله واحده، هل ساعتها حد اتكلم في ان دول علويين واحنا علويين واحنا سنه؟ مفيش الكلام ده حتى في العراق، ما حصلش الكلام ده ولا نعرف الناس العاديين ما كانتش تعرف صدام ده سني ولا شيعه، ولغايه النهارده الناس يقول لك الشيعه اغلبيه لا السنه هم الاغلبيه. بس في لعب في الديموغرافيا ولعب في الارقام. فبالتالي لما غابت الحاضنه، وانا قلت لسيادتك عشان يبقى نظام بشار الاسد كان لابد من دعم خارجي. حصل من يعني بشكل متقطع لغايه ما حصل دعم روسي صريح لغايه معركه القصير في ريف حمص. دخل حزب الله، ولولا حزب الله كانت ما يطلق عليه الجيش الحر كان ربما يعني سيطر عليه يسيطر. فكان في الوقت ده الناس بتتكلم هو بشار هيهرب على روسيا ولا هيموت نفسه ولا هيتسجن. فبالتالي لما غابت الحاضنه العربيه بل تحولت بعض الدعم العربي لاتجاه المقابل تمام. فبالتالي ما كانش عنده بديل، انا مش بدافع عنه لا، لكن هو صح كده ما هو من يملأ الفراغ الا يجيب قوه توازن امريكا اللي هي روسيا وان يبقى فيه دعم. يعني معلش اخير لان الوقت للاسف بيمر بسرعه، يعني هل هناك بارقه امل، مش عايز اقول بقى ان تعود سوريا الى السابق، ولكن ان يتوقف هذا الدمار يعني الذي نشهده بعد 10 سنوات؟ لا حل، لا ثوره ولا حراك هينفع، ولا يعني الحل ايه شكل ايه؟ تقارب المعسكر العربي وعوده روسيا الى الحاضنه العربيه هتزود كفه الدوله الوطنيه، انا بتكلم على الدوله الوطنيه مش الاستاذ الرئيس عبد الفتاح، لان الكرسي بيؤكد على اهميه الدوله الوطنيه ومؤسسات الدوله والحفاظ عليها، ومصر قامت بجهود لتغيير موقف العربي من بشار، وبدات في الامارات فتحت سفاره والسعوديه بدات يعني وفي رحله لافروف مع في الثلاثيه تحدث على فكره يعني عوده سوريا للحاضنه العربيه في ربما في مقابل تراجع الدور الايراني، لكن برضو خروج ايراني كامل ما اعتقدش انه هيحصل في المنظور القريب. في انتظار حتى ان يعني ان يشغل مقعد سوريا في جامعه الدول العربيه من يمثل سوريا يعني، ولا يبقى هذا المقعد شاغر يعني؟ واذا ظل هذا المقعد شاغر بالتاكيد سوف يكون هناك اطراف اخرى قادره على يعني ان تشغل الملف السوري زي التدخلات الاقليميه اللي اتكلم عنها ضيف العميد سمير راغب. نورتنا يا فندم. شكرا، سعيد بوجودي مع حضرتك. كل الشكر والتقدير لضيفي الكبير العميد سمير راغب رئيس المؤسسه العربيه للدراسات الاستراتيجيه، كنت ضيفا عزيزا في هذه المساحه للراي، وشكر لزملائي فريق اعمال المساحه للراي لهذا اليوم، وشكر كل الساده المشاهدين على حسن المتابعه، القاكم دائما على خير، الى اللقاء.